دخل تما كشرايح تسيحة وذوك الله في النير تاع المستقبل تاعك ودينيتك هذيك فاك رايح تدير. اسي المستقبل تاعي شو يخصو اسي؟ كلش مريقل فيه اسي. المستقبل تاع قطيب صفارة بكالوريا ولا العكالوريا تاع هذيك فاك رايح تدير فيها كفاك داير؟ بكالوريا بالحرامي ذاك اللي سمن ندور فيه كاع وذاك المدير ملي عضيت له نايفو ما يزقى مني طول. ايه ذاك راه شرع ما عرف ويكت راه درت لي البخص وصفات لي وجهي في وسط الناس وراه مدير ولا قال شي نغنى لا انا ولا انت طول زعما راها زينه كي خرجت من ليكول دركي ما تولي طبيب ما والو. شوفي يما حياه البريه راه الاقوياء بصح ملي يطلع النهار نطيح الليل ماك تخدم ما والو ديما مظلوم. ما عليش اس نزلو شوية هاد الربع سنين ولا بعد المستقبل راه ساهل يا صاح اكفهنا لي زوجة ميكروب والله ميكروب شايب ميكروب قلنا ما تروح فرح بدل الله يا حصرح شايب بسم الله الرحمن الرحيم. اطفل وراك رايح يا ولي الهون وين هامل شرق شمال جنوب شرق شمال جنوب طاف طاف راه عليا الحال الخدمة تاعي اشتباه شفت اشتباه صح تحرم يفهموا بالقوة يفهموا بالقوة راك تشوفوا
واو شنو يدير؟ شباب شباب وصلنا قبل قدام برا اسموت شوف وصلنا قبل قدام ماكش راح توصل قول مش راح نوصل شنو شوف تاعك شنو تقول قدام كراسها ماكش راح توصل اسموت ماكش راح توصل ماكش راح توصل قول مش راح نوصل شو ملا مفيدة ما نوصلكش عليها هكذا هكذا ما فيه والو ما نوصلكش نورمال ما نوصلكش خلاص يا اخي عبادي يا اخي يا اخي عبادي يا اخي مهبولي لوح في الحشرة هذا وحش بري هذا يا اخي وراه ثم ثم خرج راه ابن عمي شنو هذا لطيف يا لطيف لطيف شنو هذا؟ اوه مش نورمال هذه اوه نحبس شنو هذا؟ بويل كرعين وضركي راسه اوه حاجه هذه مش نورمال انا نهبط لا حول ولا قوه الا بالله بويل راسه كرعين درك ما كاين والو شنو هذا؟ عيني يا راس وكرعين وشني هذا لازم تزيد شوف الله نخسر تحت ساكن ما كاين والو هاي بط شفت ما كاين والو شني هذا ملي كان شويه ما في امان جابنا من هنا طلع منا طلعت من هنا كذب راك مع المختار المختار خلصها شوف اسمع ياو اسمع ياو بتاع ساعة قدام قال اصلع شرص ايه ايه ايه
شوف قرع لابس شوف. هذا الظلم هذا س ذهب اسقينا عاقب منا صافيكم عاقب حواس كعفية بلوك لا 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 عيب ليكم سقسية دار توفيق وين جات ونتفاق ونتفاق توفيق بو حنوك هذاك اللي وجهه ملبس او كحل هكذا شوية ومقرطس انا عفوش انا غطاشا في هاج منه من وش تعرفت وش تعرف ونعرف وش تعرف وش تعرف
كذب هذه هذه هي لا نقاش به زيتونات باب تزوج باب حديد هي أص هي هيا يا الله يا حسن توفيق 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 توفير 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 شنو خبيت على الباب هذا؟ شراح صغير هذا؟ فيك قاع الباب لو كنت تشوف واحد الهيش راه عند الباب استنى نشوف استنى خارج المختار اليوم يقلب هذا خارج المختار درك شنو ندير مع المختار نفتحلو ما نفتحلوش نزعقو نقولو مشنا جينا وياه لبرا كش ما نخلصتو ويروع عليا الهاشي هذا كاع
واو دوشة دوشة شيها تعويش البابا جمروا هايو ورا الكاتو ما نسيتو اسمع اسمع ما تقولش راك راك كبير يا مختار خمر قبل كل شيء
ويا خالتي هلا وحنا خدمات شبكة موبيديس للاتصالات راهي تقدم لكم عرض خاص بهذا الشهر. لو كان تشارجي بطاقة 10,000 راح يزيدوك 11,000 رصيد مجاني، ولو كان تشارجي بطاقة 50,000 يزيدوك 3,000 رصيد مجاني، وذلك لجميع الشبكات. وإذا ما شارجيت والو راح ندبروا لك خدمة. انتظر، ابعث SMS الى الرقم نجمة مربع مثلث وشارك في مسابقة داني داني دان، واربح معنا الهاتف النقال المزود باثنين كلافي باش تقدر تشارك انت وخوك في بورتابل واحد. مع موبيديس يا رجل انا على بليس. يهضر معك روح راه الفلاش ديسك غير تكسر على ستريك راه شوف انا ما على باليش بيك راه دوك كنخدم الفلاش ديسك مريق لا كاع عندك شوف عندك كافي واش تعطيني الفلاش يسد تعطيني دراهم ولا تسد كذا ما على باليش بيك اليوم تعطيني دراهم ولا تسد كذا نهضر معك اجمع هذا واروح على مين هذا اللي حقرني هذا هو اروح على اللي قلت لكم عليه هذا هو اروح على اللي حقرني اروح على اجمع اروح السلام عليكم واش راك عطينا زوج قهوه جوج هاد جيبني نشرب القهوه حق راك كرشفه زين حق راني شربنا القهوه في الدار مليح زين يسر عليا قهوه ما نشربش قهوه اش جبيه فيها ارواح راسك جاج شري لي جاج فاش لي جاج فاش لي فاش لي عطوك جوجو؟ ها؟ هذه والله هذه شفنا واحدة زينة وسمينا راه صاحبنا مهدي
نعطوا له وحده زينه هي وراس اسي انا راح نشوف الجاي ها كيف تقدم قصدك الجديده ايه تمك اسواني اسواني كيف في هلا لحظه اسمع ركلوا هم احنا لا تحس بهدني توم نبلو عند واحد صاحبي قول والله والله يا روحي عجبتك والله حبيبي اسمع اسمع هذي مش راح ناكلوها ذرك ولا وش بس هذي لحقنا خلاص يلا فرق ليش سلام وايك عادل عادل وين لا 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 خلاص سلامك شباز نا يا حكنا تفضل تفضل يا حكم جد شباز الحمد لله أروحنا أروح زود اسمع شنو هذا زود حول
يا معين يا سطر يا حفر ربي يحفظك ويسمح لنا يا اخويا ما كاين حتى مشكل ان شاء الله وانا نتلاقاو ان شاء الله ربي يحفظك عادي ويا صحتك حتى الواحد ما كيلا ما والو كيلا عليه كاع بابا 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 يا اخويا هذا مش عبد هذا يا سيدي والله هذا بابا مهار هذا بابا وجهه شو ذاك الصاحب الجديد اللي جابو تفاح ما صبروا على جاله والله 12 تاع الليل يا شيخ لماذا سؤال يراودني شباب شي مبروك اخو بن عمر في الدار يا اسماعيل ان شاء الله ان شاء الله بارك الله العظيم الله يبارك فيك اخو بن ان شاء الله اخو بن طهرت ولادك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي داخل ديريكتور يا اخي هذا عارس هو لو واش قاعنا دخلوا ما كاين والو بس واش بيك هاي نوع بمش طوى هاي نوع واش كاينس انا ضو واش طحنا نوض واحد في عرسو ما تشعل واش انا ضو واش مع نوض ما كاين والو ها
حاج انا معليش كي درنا لك مراي. لا لا كون درت كاسبها ولا حاجه البار. وفي النظير الاخرين في حمد. الله يكون وين رايك يا حاج معليش الحاج معليش. تقدر تقولنا انت شكون منين جيت فيه دخلت شكون انت؟ اسمع هذه المساقسية خليها من بعد. ايه خلاص مش من جيبولك تاي قهوة ابي ساعة ساعة ساي ساي برد هذا مش واحد سكيورتي باعثينوه والله والله واحد مهبول ولا شني هذا والله جاي تيستي لكن راه مهبول الله قا حيرنا يا سي واش بيك عندك يومين وانت تالع راني متحير على وليدي عدوية مات ما جاش راحة خايف عليها جن يقرنا يا مروح بارود في السماء يا ما تخاف عليه ما والو راه يروح راه ويولي ايه
ماتش ماتش الليل ندوب الشحمة اخا ليل نقتلهم نقتلهم في المباراة الحاسمة بين الفريقين اتحاد زبار ومولودية شرخة كردادة. ومعنا لتغطية المباراة كاميرا رقم واحد والكاميرا رقم ثمانية. هذا منه بروتاج. والله كيفاه. ويبدأ الشوط الأول للمباراة الحاسمة بين الفريقين اتحاد زبار ومولودية شرخة كردادة. ورا هالبالو ورا هالبالو ورا هالبالو يا إلهي يا إلهي من هذا الوحش انظروا إليه شعره مقفل والحي طويلة يا إلهي سيد الحكم انظروا لقد قبعت النار من اللاعبين إلهي يا إلهي سيد الحكم مجدنا حلل شكون هذا؟ شو راه يدير؟ شنو ما تماركاتش يا تسبل تسبل يا ابي يضرب حكم ويضرب حكم ايضا يا تمريرة من اللاعب الوحش هذا نعم الكسرة دو وهدف توش توش اخا توش 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 روح كرة غزافة خطيرة جانبية 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 انظروا 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 جانبية وهي مباراة الفريق نعم من الشوط الثاني انظروا على ترى اللعيبة خطيرة خطيرة نعم من هنا تمريرة تمريرة رائعة نعم انظروا انظروا بالمسة الكرام كرة صعبة كرة خطيرة جاذبية انظروا احد اللاعبين ساقطين نعم بطاقة حمراء نعم لهذا اللاعب المتوحش وانتقل له بطاقة سوداء نعم بطاقة سوداء سيد الحكم وليس حمراء سيد الحكم بطاقة سوداء نعم لا تمريرة من اللاعب الوحش هذا نعم الكسرة دو ويضرب الحكم مرة ثانية ما هذا الاستهزاء ما هذا الاستهزاء يضرب الحكم الحكم سيد المباراة تضربه ثانية ما هذا الاستهزاء إنه لاعب متوحش وخطير انظروا إليه لهمجيته ولا وطريقة لعبه في الميدان انظروا إليه نعم أنا بكشرته على سنة
إنه لاعب جيد جدا، ويمكنه أن يقدم الأفضل والأفضل، وإنه لاعب مثير جدا. إلى ما أصبحت تتضرب معهم تايا ولا راك كاسي فيهم وتخرج فيهم ومش عارف شنو. شوف شوف قد شوف شوف مباراة جيدة جدا، تمريرة جانبية جريبة والهدف العاشر. نعم انظروا لقد قاموا بهدف العاشر، انظروا يا سلام. والله ننظر إلى هذا اللاعب، إنه يستحق الضربة بالرأس، عفوا هذا الكأس الذي أحرزه اللاعب الدولي أبو لحية. نعم من لاعب أبو لحية، انظروا إليه. راه مني جوار ضف جوار، لا البيتر لا معلق لا اي اي. يا جا جا هذا ويلي هاك هنا اللي ما نفهملوش، كنت تتفرج وين كان هذا؟ كيفاش جيت انا حكيت الفوق تايا؟ كفايه 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 يوخو مش راح نفهم انا. هو بالي بيك ماكش خاطر، بصح مادام كوندي خالتك راك ماركيت صح. اي اي هكا سي اي كاس للبركه. اي اي روح اي هاشا. شنو كنت معاه وشني تبقى على المير؟ كنتش معاه والله من اللي لقيتها معاه. لا مقطع والله مزيد ترقد معاه ولا ترقد؟ نرقد خلاص نرقد. هاكي هزرها نرقد ساعد على الله اخوان شعب شعب عامل اللي خلاص بات معك خلاص بات معك خلاص. ارقد نرقد وسير نحكي لكم على الحكايه سيدي عندنا والله خطا. احكم بعض احكم بعض قال لك واحد الخاطر اوش ها هنا عندي اياه مبادئ ها بعضي ذي كاري ها بعضي تشوفي خليه فكرتني وش راه يدير يقرا وش يقرا يا حسرة على وقت القراية نحكي لك انا على القراية وش زرنا ملي كنت نقرا الثاني وين ما تشوف فيه قولوا والله قاني نفتع مدير والله ما حشيتوه صح والله وبعدها خرجت ما نحملش الدل انا سقسي عليا من ثم رانا اللي شافها ربي وخلاص من ذاك النهار. باين استنى نزيد نحكي لك ثاني حكايه واحده اخرى صارت لي ثاني. اللهم انت Thank you.
حمزة أي علي قدامك ها والله غالب هاي الحمد لله وشك دير هانا الناس هاي روح نصر خدمه ونجوية يلا هاي يلا هطلع هاي السلة السلة يا يلا يلا المغمال يلا يلا شكون انا هذا خلعنا اسمي شنو هذا شكون انا طيب اسمح لنا يا ودي راه كان معايا يا ودي والله خلعني في جاعني هذا راه شنو هذا اروح روح بارك حفيظ يا ستار هذا عبد الله شنو جايب معك هايشة سماح بينا بالكاني ما لقيتكش في السوق يا تشمي عايز تحوز قلبنا انت ولا شنو يضرب هذا لا بسم الله الرحمن الرحيم شك شايف معك تايا نحن خلق حقا انا حمزة مزلت طبايعك كيف مريق لا راح حمزة بس شني هذا افتح شوية على الباب يا سيدي هذا حق الروح الساعة ساعة يا درا هاي شو درا وش عبد هذا راسك يا بسم الله الرحمن الرحيم قاعد غير موش عبد كل هذا هاي صحة صور غلو صالحة اللي قلت لك عليها ونسهلوا على ربي إن شاء الله استنى 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 مختار وراه كل مختار صعب غيرك يجي معنا بس والله ماني أظهر أنا هذا هذا مكان هنا ترى دخل البارك من البارك بس أنا أشوفه أروع أروع قديم الزمان اجدادنا الملوك والسلاطين كانوا يذوقوا جميع انواع الفن وعلى هذا الشيء
كانت عندنا حضارة كبيرة كبيرة يخيروا منها جميع الملوك في هذاك الزمان. وبطبيعة الحال فن الطبخ كان من أشهر الفنون في هذاك الزمان، والملك نتاعنا يعطي له اهتمام خاص حتى يضمن الذوق الرفيع. ومن أشهر الأكلات اللي كان يحبها الملك نتاعنا هي أكلة الزفيطي. وكان المهرس تاع الزفيطي عنده تأثير خاص في مشاعر الملك نتاعنا. بلا ما تنسوا أن أكلة الزفيطي كتير حارة بزاف بزاف، هذا الشي ما يمنعش أن الملك نتاعنا يضرب مهرس كامل في قاعدة واحدة. باش يحافظ الملك نتاعنا على سلامة المعدة نتاعو يشرب ورا المهرس نتاع الزفيطي كاس ولا اثنين نتاع اللبن البوسعادي. ومع مرور الأجيال كانوا الملوك يستمتعوا بهذه الأكلة الشعبية. زفيطي الأجيال، بلادي ما زال عندها رجال. شاف قاع وراه هامل هذا قاع تعبني والله قشعل. هيا وقت قهوه تفضل دار دار تفضل قهوه وبعدها ربي يفرج نلقاو له حل. ما عرف ذا المصيبه والله ما نعرف اش نديروا معاه. قال لك جبتوا معاك هذا هذا اللي كان هذا دويلك تشوفنا هذا تعبت معنا الله يحفظك. وين هذا صاحبك؟ هذاك اللي كان تفرطنا وخلاص طفر. اللهم على ربي صاحب اخويا بصح والله عارف كيف ندير مشاكل
خاليه كاع. باين باين. قول لي ثم لما تكيدوش ولا تقولوا له صالح ناس تقولوا فيه كاع اصلا مش صاحبها لي كاع. يا ودي ناس كيما دوا حاله خاصه. حاله خاصه. شوفوا له حاله شوفوا انا اعتزلتكم ل اعتزلتكم كاع الاسبوع. شوفات يكيدوه حاله خاصه. اه حاله خاصه. وشو كيف تكيدو انا اللي شو شو كيدو اه شوف النجاح الكامل على الصعيد العربي والدولي. أما على الصعيد المحلي فقد سجلت حالات ذعر بين مواطني مدينة بوسعادة ولم يتم تحديد المصدر المسؤول عن حالات الشغب، ونأمل من المواطنين توضيح هذه الحالات وذلك بإرسال أي صورة أو فيديو إلى قناتنا الجهوية، وتأكدوا أننا بفضلكم سنفصح عن المسؤول الأول لهذه العمليات المبهدلة. كان معكم من بلاطو نشرة الثامنة إلى الرابعة فؤاد هرقم من قناة المعاجرة الجهوية. قلتلك شمن لقى عني ولا بار؟ لقانا بخوت مالخوت الحرق بالياسر ورجع بشوية حتى العكيب قلت في الوفو فكرتني في وليدي مانيش عارفة واش من تحت راه فيها راه يجي ما عدوين يروح ما عدوش داروا بيه كش ما قواشية سالطين بيه قواشية يو هو يصلط بيه من خوف مش على ابنك يو الخوف علقاش اللي دور بيه ابنك راه خو جرب وجرب يعدي واش راك انت واش راك
باسا ثم ما حبش وش رجوع وش ما كنت تقول يا سيدي هذا كل شيء شوف السوزه بارك ايوه قال لي وش يا والله نفلك ها يا سيدي وهذا شهد لك ثاني نشرب قبال زين تعطيني النوايد راه هذو النوايد ها واش Thank you.
احبس برك الملاح يا المختار. ادخل عليتي، ادخل عليا، ادخل ادخل. اوه ليلي نفلق واحد نقتل واحد. طوشة واحدة. شوف صاحبك المختار تاع شو اللي يدير شوف واللي قصبنا في القاشي. اسمع شو صاير في دار اخا. اسمع اسمع جيب الماء جيب من جيبش ما نديرش دب راسك معي. هذه صور حتى ولو كانت غير واضحة فقد تمكن أحد المواطنين من التقاط أحد المشتبه بهم في أعمال الشغب ولكنه سرعان ما اختفى ولم يتسنى لأحد القبض على هذا المشتبه به لأنه متوحش جدا. بفضلكم أعزائي المواطنين سنكشف الحقائق حول هذا الموضوع المخيف والمرعب في نشراتنا القادمة إن شاء الله. ويراودني شعر خاص بهذه المأساة وأقول فيه: يا زمان الممحون وداتك فوضى حطاتك في واد فايض ومزروب كان معكم من بلاطو نشرة الثامنة إلى الرابعة فؤاد هرقم من قناة المعاجرة الجهوية. فيك فاش حكمك؟ واش درت انت واش درت؟ فيك فاش حكمك؟ واش درت واش درت انت؟ جيب لي الماء جيب لي الماء. فيك جيب فيك جيب.
الحاجة هاي القريعة تطيح القرعة القرعة نجي لك يجري نروح نشوف كشما نصيد. خش بيدو ابويا ورا المختار وانا وين عارف وين دار الطار اذهب ليك وليه تفيق خويا انت عندك المختار انت عندك المختار انت السابعة والنصف بدلا من الثامنة إلا الربع. الآن هذه النشرة خاصة بالخبر العاجل وهو كالآتي: لقد التقطنا صورا دقيقة حول موضوع الشغب العام الذي فوح مدينتنا الطيبة، وقد كان السبب هو المجرم المدعو مختار شطرب، ونترككم مع هذه الصور المذهلة. من عين الحدث؟ ألو الزميل رابح، هل أنت في الاستماع؟ نعم أخا هرقم، نحن في الاستماع. الزميل رابح، كيف الأجواء عندك؟ الأجواء هنا في أرض المعركة تبدو ساخنة جدا، بأن هذا المشاغب الخطير يسيطر على الشارع الرئيسي. هناك سلاح المواطنين. نعم الاخر قام، ما زالت الفوضى عالمه في الشارع الرئيسي، وما زالت فوضى عالمه. هنا سنسال احد المواطنين على المشاغب الخطير. تفضل. حقار مش بالفاميليا، يكسر الفيترينات، يحقر الدرسفار. شرير شرير. احد اخر
هذا هو حق الرجال كسر الحوان مش عارف يا إلهي يا إلهي لقد تم الاعتداء على مراسلنا ونأمل أن يكون بخير يا رب. اللهم إني أسألك الصحة لزميلنا رابح خاسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ربح تغطية الحدث وخسر وجهه. لقد جاء قرار من السلطات المعنية بتوقيف هذا المجرم، كما عودتنا دائما بالقيام بواجبها على السهر لضمان سلامة المواطنين، وذلك ابتداء من توزيع الصور الخاصة بالمجرم عبر كامل التراب. أعزائي المشاهدين والاتصال بنا، لكم هذا الموقع الخاص بقناتنا www.المعجرة قناتنا الجديدة .com. وأخيرا أريد أن أضيف بيتين شعريين. البيت الثاني يكمل البيت الأول الذي قلته سابقا. يا زمان الممحون وذاتك فوضى وحطاتك في واد فايض ومزروب ودار بيك زباد مش قابة مرضى صار المسقم فيك باين بالمقلوب. كان معاكم فؤاد هرقام من قناة المعجرة الجهوية. ان شاء الله نطلع ونصفه نشوف الدار لو ديرك خيرتني اياه. وش الحسين وش كاين في الدار قريب دارك وقلت لك جيت مع السيد قريب؟ ما عندي ما نقول جايك من واحد الهيشر الدار، ما عندي ما نقول لك جاي في رق العين. والله والله ما عندي ما نقول لك انا نبيع عشان نتلاقى ونحب فيه. ان شاء الله ان شاء الله. صح. واحضر قلت شو صاير في الدار؟ ارواح اني برا ارواح ارواح دارنا.
وش راح صاير في الدار؟ قول روح شنو الدار درتو لها؟ لا درتو لها الدار توفيق جاب واحد وقول لا منين جابوا هذا؟ مانيش عارف صاحبه واقيل شو يا بالعزوج وراهم؟ راهم في دار جدي وش رانهم وش رانهم؟ والو هم راحوا واللبسه هذه وشنو اللبسه هذه؟ دور 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 شنو هذا وشنو هذا؟ زرت بخبت يا ربي سمانة قبت صافي كاف مانيش عارف انا روح روح شوف الهايشة هذه اللي جبتوه روح شوف روح شوف وين راح شبيه انا وين راح شبيه وضبط تشوف دقيقة برك كذا راح كمل روح مني لوين وين سمير صافا وراك هذا أرواح فاطلي يا خويا للدار أرواح 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 يا ودي مش من خير أرواح لي للدار قلت لك أرواح راجلني واحد هايشة مانيش عارف وين هيا صح ما تزازل بزرب شو صح هاو جاي هاو راح كامل سمانة خليك سمانة خليك سمانة يا ربي يا وين يعرفوا توفيق؟ صاحب هو كان يقرا معاه في ليكول وراه دير فينا تير راه الميمزيه الدار ماهمش هنايا هيا هاوجه السمير ايه سمير واش صافا لاباس واش خلقير حمارك مصباح تكلم فيا يا ودي ذاك ذاك الهايش هذاك راه جا الدر المصباح لاعب عليه راه قال لي عاد نهارين نفس هذنا الحاله يضرب في الدر والله ما عرفت فاش ندير معاه روح روح السمير روح اخويا روح خذ له صالح يرحم والديك روح روح وري له السمير هذا رايح ليه روح الله يرحمه او هنا او هنا يدخل ليه الله يرحمه سمير وفي القوة يا ربي كلام أنا طالع وضف كنجي بعد اللي راح
اهلا شوف انا معك انا علقنا الصور تاع الشخص هذا وانا نشرنا بعض الزملاء رامي عوس عليه يا ودي حاله كبيره كاع والله يا شوف بصح ان شاء الله رانا ما شاء الله رانا في الاحياء القديمه هكذا رانا ان شاء الله نشوفوا في الاماكن المشبوهه ومنا ما كاش مشاكل من هنا والله احنا راح نشوف فيه لا رانا بربي ان شاء الله رانا اليوم ان شاء الله اليوم نقوموا بالوجه الله قابيا يا كان والو انا ما عرفت نفلك في هذه البلاد قدم فلك ولا ما كانش السلام عليكم وعليكم السلام بالواد 13000 31000 35000 31000 35000 34000 60000 65000 70000 لا مش عارف انا ما كانش كاين 5000 6000 3000 بلاد في بلاد بلاد ما حماش تاع بلاد هذا تاع كوموند ولا تاع بلاد تاع ما نحتاجش بلاد تاع بريكه هذيك تاع هذيك 3000 4000 وي اسي وي هذه المجموعه الثانيه وهي الصاو I'm gonna go to the bathroom. I'm gonna go to the bathroom.
فرينا ديروا له فرينا فرينا والركلة يا باه شو صورهم صورهم ليهم ليهم وين طلعت هي وين وين طلع هذا ياسر انا مع هذا اللي كان